مرحبا أصدقائي في هذا الدرس الخامس، سنتحدث عن موضوعين مهمين، وهي السبيس كاركتر والفورمات كنترول سترينج. إيش هو السبيس كاركتر؟ هي الرموز التي لا تظهر في جمل الطباعة، يعني لو أنت كتبت جمل الطباعة تتحرج داخل في الأوتبوت. مثلا عندنا كتبنا برنت أف، البرنت أف مثلا كتبنا اللي هي إيش، مثلا كلمة هالو سلاش أن سلاش ان سلاش ان معناها اللي هي نيو لاين. كتبنا بنت اف، بنت اف جملة تانية مثلا كتبنا هنا ايش، محمد. اوكي لقيت السلاش ان، هيجي هنا على بنت اف يطبع هلو، بعدين هينزل سطر جديد ويطبع كلمة ايش، محمد. يجي نعمل كومبايلر، يجي نعمل ايش، ران. طيب شايفين كتب كلمة هلو ونزل سطر جديد، طبعا هنا فيش مثلا ماوس أعلمكو، فهو يعني عندك هاي كلمة هلو شافها ونزل سطر جديد وكتب كلمة ايش، محمد. هي هذا الفورمات سلاش ان، اذا كنت تستخدمها مثلا عندك في كتابة مثلا تعمل منيو، طبعا لقدام في المشروع راح كيف نستخدمها، وهنستخدمها في برامج كتير. طيب في عنا مثال تاني، هو عندك ايش، سلاش سلاش تي. سلاش تي معناها اللي هي ايش، سلاش تي اللي هي 8 سبيس، 8 سبيس، 8 سبيس اللي هي 8 ايش، 8 مسافات. سلاش تي اللي ايش، سلاش تي اللي هي بتعبر عن ايش، عن 8 مسافات. طبعا قلت بلخص لكم اياهم، هان عندك هاي سلاش هنا، عندك هنا ايش السلاش ان اللي عندك ايش نيو نيو لاين، عندك سلاش تي سلاش تي 8 سبيس. طيب طب تعال نجرب اللي هي السلاش تي، بنعمل كومبايلر، نعمل ران. طبعا ايش شايفين، هي هيلو وعمل 8 سبيس. طبعا هو مش حابين لك 8 سبيس، لكن هو يعني هو مقدرهم يعني هيك 8 سبيس، اعملهم اللي هو مش حيظهر، لو انت حسبتهم مش حيطلع معك 8 سبيس، لكن هي الجهاز والكمبيوتر هو اللي حسب هي 8 سبيس. طبعا يعني هم اكثر شيء حنستخدمهم اللي هم السلاش ان وسلاش تي. طبعا في عندنا سلاش سلاش، بس انت لو بدك ترسم سلاش، لو بدك ترسم سلاش هيك يا شايف انه ايش التظاهر، انه سلاش انه شايف انه كله هذا ايش، احمر، لك انت بدك تطبع هاي. طب كده تطبعها بتحط كمان سلاش، فانت هتطبع لك ايش اللي هو ايش، سلاش لحال، شايف كيف اللي هي هلو سلاش. طيب لو بدك تعمل مثلا انك تطبع سلاش، اكتب عندك كوتيشن، طبعا انت ممكن تطبع كوتيشن كده، او ممكن يعني تطبعها بطريقة تانية اللي هي تحط هنا ايش السلاش كوتيشن، تمام. شايف انك طبعا لك ايش نفس الشغلة. طيب في عندنا كمان اللي هي مثلا سلاش ار، معنى سلاش ار ان هو مثلا عندك لو عندك هنا عدة مسافات، مثلا عملت هيك مسافة مسافة، واخر شي حطيت هنا سلاش ار، معناها سلاش سلاش ار اللي هي ايش، رجع لي باك سبيس، يعني رجع لي لأول سطر، تمام. فهنيجي نشوف كيف هيرجع في الأول سطر في السلاش ار، شايف انه رجع لك هي ايش لآخر سطر. طبعا هذه الإكس ضفناها، طبعا نعيد نعمل جديد عشان تشوف اللي ايش سلاش ار از وصفتها اللي هو يطلع لك هي ايش لاخر سطر. طب لو شلنا سلاش ار هيبين عندك انه ايش، انت شايف انه هو لك مثلا ايش مدتها انت المسافات، عملت مسافات اللي انت حطيتهم. طبعا هم هذول يعني الاشياء اللي احنا هنستخدمهم سلاش ار. اللي عندك هنا باك سبيس، تمام. في عندنا كمان حاجة اللي هي سلاش بي، سلاش بي معناها مثلا عندك هنا عملت هنا ايش سلاش بي، سلاش بي ارجع لي خانة لورا، سلاش البي هي اللي باك سبيس. هنا عندك ايش سلاش ار اللي هي ايش نسميها سلاش ار، مثلا عندك هنا ريتيرن مثلا ايش ريتيرن، بس عندك first this line أول سطر، تمام. طيب نيجي نعمل هنا سلاش بي، هيرجع لك باك سبيس، هيرجع لك ايش مسافة واحدة، يعني هيطلع هيلو بدون الأو، هيلو بدون الأو، شايفين
اي عندك اتش اي ال ال بدون او، تمام. هذه هي عناصر وظيفة، مثلا حط بدالها، مثلا عندك اعمل اتش اي حط بدالها 2. طب تعال نشوف ايش اعمل هيلو حط بدالها 2، تمام. يعني هي وظيفة سلاش البي، ممكن نستخدم عليها برامج كتيرة. مثلا عندك هنا محمد، نعمل سلاش البي، مثلا عندك سلاش البي سلاش البي سلاش البي سلاش البي، نكتب 2016، ايش حيطلع؟ حيطلع ام او، حيطلع ام او اتش اي 2016، يعني اخر ايش حيكون ايش؟ الاي و2016، شايفين؟ ام او اتش 2016. في النهاية يعني هذا ايش؟ يعني انت ممكن حتستخدمها لقدام. طبعا هي يعني اثنين هم ايش هم السبيس كاركتر. طيب في عنا حاجة تانية اللي هي الكنترول فورمات، كنترول سترينج، اللي هي عندك كيف قدر تطبع المتغيرات هاي. طيب مثلا يطبع متغير اللي هو مثلا ايش الاكس، لك له فورمات معين هي الستيج الدي، انت حطيت بالستيج دي واحد راح تحطه ان هو متغير. الستيج دي معناها انتجر، يعني انت ايش في عندك انتجر من المتغيرات اللي هدول، ايش في عندك انتجر اللي هو ايش اللي هو عندي لي ايش الاكس، تمام. الاكس انت بتكتب هنا الاكس، هيطبع لك ايش قيمة الاكس، هنعمل هنا ايش ران، هيطبع لك ايش هلو محمد واحد، تمام. طيب اكيد لو بدك تطبع انت تطبع فلوت هتحط اف، لكن لو انت متحطش مش هتحط اكس، تمام، لانه هيطلع لك زيرو زيرو زيرو، لانه هو ايش نوعه الاف مش نوع اكس، الاكس نوع انتجر، لكن هو بده نوع فلوت اللي هو ايش اي اي ان، فهتطلع لك قيمة اللي هي ايش 5.5، فهتطلع لك 5.5.0.0.0، تمام. طيب طبعا هناخد الكاستنج كيف ما يطبعش، هو الاصفار هذه بس تطبع 5.5. طبعا لقدام هناخد ايش موضوع الكاستنج. طيب عرفنا ايش الاف. في عندك كمان اللي هي ال دي، ال دي ال دي ال دي اللي هي اللونج، اللونج اللي عندك ايش ال او، هتبقى لك ايش 4 5 اللي هو الرقم كله، ما هنشوف الران، هتبقى لك ايش 4 5 6 6 6، تمام. طيب ليش ما طبعش الارقام التانية؟ لانه هو رقم لونج، ما بياخدش اللي هو ايش، ما بياخدش اللي هو الكسور، وهياخد رقم صحيح كبير، تمام. طيب اجد الدبل، الدبل اللي هو الدبل اللي هي ال اف، ال اف يعني هنا هنا ايش ال اف اللي هو ايش الدبل، بس مش تحط اللي هو عندك الدبل هي دي او واحد، هتبالك ايش 1.0، هتبالك ايش 1.000، شايفين؟ طيب طبعا هنلخصهم هنا، لكن السج دي اللي هو عندك الانتجر، البرسنتاج اللي هي الاف اللي هي الفلوت، عندك البرسنتاج الاف اللي هو للدبل، للدبل عندك هنا البرسنتاج اللي هي للونج اللي هي الاف الستونج. طيب اللي هي للونج، اللونج ما كتبناهاش، اللونج اللي هي الواي اللي هي للونج. طبعا في عندنا كمان اللي هي للتشار، التشار اسمها ما كتبناهاش، اللي هي للسي بستاج السي للتشار. طبعا هاي لو كتبنا هنا ايش بستاج السي، بستاج السي فاصلة اللي هي عندك السي فاصلة السي السي اتش، تمام، مش هطبع لك اللي هي حرف الاس، تمام. هنعمل ران وهنشوف هطبعلك ايش هلو، هي هناك هلوز مكتوب هلوز، اوكي. طيب هاي بالنسبة، لو انك تحط كمان رقم عادي ممكن تحط هنا بالستاج دي وتحط هنا فاصلة اللي هي ايش الاكس، تمام، يعني عادي مفيش مشاكل. تعمل ران هيطلع لك هلوز واحد، شايفين هلوز واحد. طبعا هذا هو موضوع اللي هو ايش السبيس كاركتر والفورمات كنترول سبيس، وان شاء الله يكون الدرس واضح، وراح ناخذ اسئله كثيره عليه، ونشوفكم في الدرس القادم ان شاء الله، والسلام عليكم.